أهلا ومرحبا. فقرتنا الحالية حتكون واحدة من الفقرات اللي بتهتم جدا بمجال التصميم أو تصميم الديكور بالتحديد الداخلي. كثير جدا من الناس اللي بيهتم جدا بمجال التصميم الداخلي ممكن تكون عندها شغف، ممكن تكون فعلا بدت خطوات عملية في إن هي تتبنى وتعرف كثير جدا من المعلومات، وقد يكون أصلا دي مدرستك لكن بعد ذاك شغفك هو اللي وداك للحاجة دي. خلونا مع بعض نشوف فيديو وبعد ذاك نحكي حكاية مختلفة عن التصميم الداخلي. سعداء جدا في الفقرة دي تكون معنا دكتور أريج الفاضل، طبيبة صيدلانية ولكن اتجهت إلى مجال التصميم الداخلي. حنتكلم اليوم عن تصميم الديكور الداخلي بالتحديد. أهلا ومرحبا بك دكتور أريج، كيفك؟ يا هلا مرحبا بك يا رؤى، صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين اللي بيتابعونا الليلة في صباحات سودانية، وأنا سعيدة جدا الليلة أكون ضيفة معاكم وإن شاء الله نقدم حاجات ظريفة والناس تستفيد منها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، بما إن إحنا عايزين نقدم حاجات تستفيد منها كل المشاهدين، خلينا نبدأ بفكرة ونعرف المشاهد بمجال التصميم الداخلي عموما، فكرة عامة عنه. عموما التصميم الداخلي بقول لك هو فن الاهتمام بالتفاصيل. يعني أنت من الأول بتبدأ في بيتك، في مكانك، في مكتبك، بتبدأ يعني أي زول بيكون هو عنده بيت أحلامه أو مكتب أحلامه أو حتى هو نفسه يعني يكون جداً مرتاح فيها. فمن فكرة الراحة جاء فكرة التصميم الداخلي عشان إحنا نخلق الجو بتاع الراحة، أو علم التصميم الداخلي يعني خلق عشان إنه الراحة تسود في المكان والأريحية تسود في المكان والترتيب يسود في المكان، وأنت في النهاية تقدر يعني تكون مرتاح في المكان اللي أنت قاعد فيه. أيوه، عرفنا قلنا انه هي دكتورة أريج الفاضل دكتورة صيدلانية، ايوه، لكن شغفك كان اكبر بمجال التصميم أكيد. الداخلي، فاحكي لنا فكرة انه شخص يحول من مجال لمجال اخر تماما حتى ما عنده علاقة ببعض، يعني يمكن بس في هو ذاك برضه فن فهنا فن بس أكيد. لكن ما في حاجة ثانية. اكيد اكيد، ايوه، زي ما بديت وقلت ان التصميم الداخلي هو فن وهو اساسه بيكون موهبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم علينا بمواهب بملكات، فيبقى بعد ذلك انه الانسان هو يكتشف موهبته. صح. وانه يدعمها، مش انه بس يعني تبقى هي بس مجرد موهبه. أيوه. انه يدعمها بعد ذلك بالقرايه، يجتهد فيها حتى لو كان المجال بعيد تماما عن مجالك، فانت اذا اجتهدت واشتغلت على نفسك بتقدر انك تطلع يعني حاجه كويسه، تطلع حاجه كويسه من المجال. وبديت امتين فيه؟ انا بداياتي يعني من زمان انا كنت بحس نفسي انه انا يعني بركز شديد مع التفاصيل. ايوه، لما امشي اي مكان يعني اول ما اخش بلقى نفسي انا مركز اكثر حاجه مع الديكورات. أه. مع الترتيب بتاع الاثاثات، عامل كيف في المكان. فبهتم بالحاجه دي شديد وبخزن الافكار في بالي على اساس انه انا لما يعني اقول مثلا اللي قدام انا لما اعمل حاجه انا خلاص هطبق الفكره الفلانيه، انا هعمل الحاجه الفلانيه، بيكون عندك مخزون كويس. ايوه، وهو اصلا اساسا التصميم بيكون من المخزون، من الباك جراوند اللي انت عندك. يعني انت كل ما شفت حاجات كثيره كل ما كان عندك باك جراوند، ايوه، كل ما قدرت انه انت تخلق افكار. صحيح. او تبدع حتى في الافكار اللي انت شفتها، تعمل لها حداثه. ايوه مختلف. ايوه، فانا بداياتي كانت من بيتي، يعني من بيتي بقيت انه بصمم يعني مثلا غرفي، براي في البيت، الديكور بهتم جدا بتفاصيل الديكور. يعني تصاميم الديكور دائما بحب انه انا اعمل حاجه مختلفه. يعني الداخل بيتي احس انه الحاجه دي ما شافها قبل كده. فمن هنا بدت يعني حسيت انه الناس اللي حواليني بتعجبهم حاجاتي، تقبلت الفكره. ايوه. أي. بتعجبهم حاجاتي ولقيت منهم دعم، يعني من اسرتي الصغيره ومن اسرتي الكبيره ومن زوجي، من هنا بوجه له التحيه دكتور جماع، يعني داعم اساس بالنسبه لي، وهو يعني اداني البوش انه انا تمشي في الطريق. امشي في الطريق. جميل. طب احنا بنسمع برضه يا دكتور اريج بي انه في انماط للتصميم الداخلي. ايوه، خلينا نتعرف على الانماط دي. ايوه، زي ما انت قلت انه التصميم الداخلي هو مجال وعلم وفن وبحر كبير. يعني التصميم الداخلي دي نماذج برضه خلينا نصطحبه مع كلامك موجود على في الشاشه. التصميم الداخلي هو بداياته يعني مش انه اسي، يعني من زمن الفراعنه، الرومان، الحضارات القديمه. لو لاحظتي يعني كل حضاره عندها ديكور بميزه، فاذا يعني التصميم الداخلي او تصميم الديكور حاجه هي ما مستحدثه، هي حاجه قديمه من زمان احنا لقيناها وبقينا ان احنا بنعمل اضافات. ايوه، بنعمل اضافات عليها وبنحاول ان احنا نطورها. بالنسبه لانماط التصميم الداخلي، انماط التصميم الداخلي جدا كثيره، فبنلقى منها التصميم المودرن اللي هو بيهتم بالبساطه وبيهتم بالالوان، يعني بيستخدم الالوان المحايده. بنلقى التصميم الكلاسيك، يعني ده بتلقيه دائما في القصور، في الاماكن الملكيه دائما بتلقي
الأثاثات هي فخمة وحجمها أيوة. كبير وبيستخدموا الألوان الذهبية فبيركزوا على التفاصيل دي. بنلقى إنه أسي حالياً المستخدم أكثر حاجة اللي هو النيو كلاسيك، اللي هم دمجوا شنو؟ دمجوا الفخامة مع البساطة. مع البساطة. أيوة يعني مودرن مع كلاسيك. فبيقى شو بقى عندنا نيو كلاسيك، فده اللي بقى المستخدم حالياً لأنه التفاصيل بتكون بسيطة وبندخل عليها تاتشز بتاعت فخامة. جميل. طب أنا السؤال اللي حسأله لك الجاي اللي هو الخطوات العملية اللي ممكن تطبيقها زول قبل ما يبدأ التصميم. ده قبل ما تجاوب على السؤال ده، هل برضو ده بيعني إنه كل مكان معين هو بيفرض عليك ديكور معين وتصميم معين؟ أكيد. أيوة أكيد. التصميم الداخلي هو بيعرف هوية المكان. تمام. يعني مثلا الليلة إذا أنا عايز أصمم الاستوديو ده أكيد حصممه على أساس إنه هو يعني يبقى للتي في شو بتفاصيل معينة، وبرنامج صباحي. أيوة برنامج صباحي أكيد. لو عايز أصمم مشفى حيكون بطريقة معينة، لو عايز أصمم مكتب هكذا، غرفة أطفال بألوان معينة. كذا فهمت علي؟ فعشان كذا زي ما قلت لك هو دراسة كبيرة وعلم ممتد. طيب شنو الخطوات اللي أنا ممكن أبدأ بيها عشان أنا أصمم؟ يعني بس أحس الديكورات الزهرة لنا على الشاشة، شنو الخطوات العملية اللي أنت بتبدي بيها قبل ما تبدي التصميم للمناظر الجميلة الشفافة؟ أوكي. الخطوات العملية أنا بالنسبة لي الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة. يعني أنت إذا عشان تعمل الثقافة العامة ولا الثقافة في الديكور وفي التصميم الداخلي. تمام. يعني ما شرطا الا انت تكون يعني قاري المجال بنفسك، انت ممكن تثقف نفسك. يعني عندنا طرق كثيره شديد احنا ممكن ان احنا نتحصل بها على معلومات عشان احنا نبدا صح، لانه اذا احنا ما بدينا صح بعدين بتواجهنا مشاكل كثيره. بعدين يعني المكان بيفلت من يدنا، ما بنقدر نربط الحاجات مع بعض، بنواجه مشاكل، ده حيزود علينا كوست، حيزود علينا يعني لقدام صيانه اضافيه. يعني عشان كده دائما انا بقول اذا انت بديت صح هتقدر انك تمشي في الحاجه صح. في الطريق صح. فالخطوات بيعتمد برضو على العميل بتاعك، لانه ممكن تكون انت ثقافتك في المكان او فهمك رؤيتك مثلا للغرفه معينه، لكن العميل هو لا، هو دارك تشتغلها كده لكن هو لا، هو فكرته غير مختلفه تماما. ايوه يلا، ما عشان كده قلت لك الثقافه ليه، لانه يعني اذا انت كانت ثقافتك محدوده في المجال حيبقى عندك معلومات بسيطه، ما حيكون عندك يعني ما حتكون مثلا عارف انه حاليا التطور في العالم ماشي على اي اتجاه. أيوة. واي دراسه واي حاجه عملوها هي كانت يعني على اسس عمليه انه عشان في النهايه تطلع الاوتكم اللي هو اللي بيكون مريح بالنسبه لي انا حاليا. صحيح. يعني انا حاليا عندي مشكله كبيره مع استخدام الالوان الكثيره في المكان، لانه انا اول ما اخش ححس ان انا مشوشه. ايوه مشوشه، وان الالوان كثيره وبحس اني جوطة. فدائما يعني التوازن هو الاساس. يعني احنا كل ما توازننا في التفاصيل كل ما احنا كنا يعني كل ما العميل كان أيوة هو مرتاح. ايوه. طب نرجع للخطوات. ايوه نرجع للخطوات العمليه زي ما قلت لك. اولا حاجه، الحاجه المهمه جدا الثقافه. ثقافه الديكور. يعني انا بجد بتمنى انه كل الناس تتثقف في المجال ده، ليه؟ لانه احنا لما نخش اي مكان حلو بنقول واو المكان رهيب. أيوة. شديد بيعجبنا. الفنادق الحتات الحلوه بنقول يعني الحاجه دي ممكن تكون ممكن ترجع لها مره ثانيه انك حسيت فيها بالراحه. ايوه بالضبط كده. فبتحس ان المكان ده انا ما حقدر اعمله. طيب شنو الفرق بينك وبين الزر العمل المكان ده؟ هو كان عنده ثقافه وكان عنده علم في المجال وقدر انه يطبق الحاجات دي. عشان كده الثقافه نمره واحد، لان انت اذا ما ثقفت في المجال ما حتقدر انك تعمل اي حاجه. الخطوه الثانيه عندنا عشان نبدا نعمل اي تصميم، يعني مثلا اذا انا عايز اعمل لك تصميم انت رؤى، انا بقعد معاكي بشوف انت افكاري انه مودك افكارك انه انت بتحبي شنو، الالوان اللي بتحبيها، التنسيقات اللي بتحبيها، انا باخذ منك وبعدين بكمل انا في مثلا في الطريقه اللي هو بيكون انا ما اشوفه في اتجاه صح. أيوة. تمام. بالنسبه لاي زول عايز يبدا انه هو يصمم مكانه او بيته، فرضا اذا انت ما عايز تستعين بمصمم داخلي، عايز انه انت تعمل الحاجه دي براهم. أيوة. وانا والله بتمنى انه كل الناس يعملوا الحاجه دي براهم، لانه في النهايه انت بتطلع باحساس بشعور بيكون مختلف. مريح بالنسبه لك انت. بعدين لما تحس باطراء الناس انه الحاجه حلوه انت بتحس انه انت انجزت، عملت حاجه كويسه. فقبل ما نبدا التصميم عندنا حاجه، اول حاجه اسمها لوحه الافكار او المود بورد. المود بورد احنا مثلا بشوف انا فكرتك انت شنو. تمام. بناء عليها بشوف ان الحاجات الماتشز شنو. الالوان انا كيف مثلا اخترتي مثلا لون معين او اخترتي ديزاين معين او كنبه بشكل معين. تمام. انا بقوم بشوف انه باقي الحاجات اللي انا ممكن اربط بها التصاميم دي عشان انه انا اطلع بالتصميم المناسب اللي بتناسب مع الحاجه اللي انت اخترتيها. فعندنا اول حاجه، الحاجه المهمه اللي هي
لوحة الأفكار. إحنا قبل ما نبدأ أي تصميم لازم يكون عندنا لوحة أفكار واضحة تقدر تساعدنا إن إحنا نكمل التصميم على أحسن صورة ممكنة. جميل. طيب برضو من الحاجات المهمة استخدام الديكورات الداخلية، يعني بالتأكيد أنت بتستعيني بديكورات داخلية أكيد. عشان تقدر تكمل لك الصورة الجمالية. أكيد أكيد. أنا بالنسبة لي الديكورات الداخلية حظها من حظ الأساس والتشطيب، حظ نفس الشيء تمام، لأنه هي اللي بتكمل لي التصميم بتاعي تمام. لأنه أنا ممكن يعني أخذ أثاثات عادية لكن لما أنا أقوم أطعمها بالديكورات أنا بقوم بخلق جو مختلف، فالبيجي داخل المكان ما بركز مع الأثاث قدر ما بركز على الحاجات اللي أنا ضايفها، دي بنسميها عناصر الجذب تمام. يعني عناصر الجذب عندنا ممكن تكون حاجات كثيره، يعني ممكن انا اخذ لوحه كبيره بالوان جميله، ممكن اخذ نباتات داخليه، ممكن اخذ اشكال اكسسوارز، ممكن اخذ اعلق نجفه بطريقه معينه. فالانسان لما يجي داخل المكان اول حاجه بيقع على بصره الحاجه دي، عشان هيك عشان كده سميناها عناصر الجذب. جميل. طيب الاهم من ده كله طبعا الناس لما تيجي سيره الديكور طوالي بيجي في بالك الالوان. ايوه. وفي ناس بيفتكروا انه الديكور عشان يكون جميل لازم تختار الوان كثير شديد تكون موجوده في المكان او تدمج الوان كثيره، ممكن تكون حتى ما بتتناسب. أيوة مع صحيح. نفسياتك ممكن تتناسب حتى مع المكان، يعني مثلا هو غرفه استقبال تقوم تعمل لون غريب جدا. فعلا. يلا عشان كده ارجع واقول لك الثقافه تمام. يعني مثلا هسه عندنا في السودان يعني انا اللون الابيض لاحظت غير انه اللون الابيض انه الناس حاصره نفسها يعني في ثقافه معينه اللي هي ثقافه الالوان الكثيره تمام. يعني انا مثلا اقوم اعمل شغل كثير في الحوائط، اعمل الوان كثير، اعمل شغل بتاع جبس كثير وادخل الوان، يعني الحاجه دي يعني هي ما بتكون مريحه. يعني يعني زول لما يكون قاعد في المكان مثلا انا قاعده في نور ازرق فوق في الجبسين بورد ضارب في عيني، انا ما بكون مرتاحه تمام. فعشان كذا انا زي ما قلت لك انا بتمنى بجد ان الناس كلهم انهم يقتنوا الثقافه بتاعت تصميم الداخل وتصميم الديكور عشان لنفسهم انهم يقدروا يعملوا حاجه كويسه وما يقعوا في الاغلاط. يعني احنا عندنا من ابشع الاغلاط في التصميم الداخل هي عدم تناسق الالوان. عدم تناسق الالوان يعني لانه انت بتحس انه في نشاز في المكان، انه الالوان ما مترابطه مع بعض، انه زي ما بيقولوا كل حاجه براها. فهمتي؟ فحاليا يعني بقى العالم كله متوجه وين؟ على الالوان الحياديه، الالوان المحايده. الالوان الحياديه هي بتشمل لي درجات البيج، الرمادي بدرجاته الخفيفه، درجات النود، الدرجات اللي ما بتقيدنا. يعني انا مثلا ليه لو عملت لون في الغرفه انا ما بقيدني، بقدر انه انا العب على التفاصيل اللي جوا زي ما انا عايز. اغير الاثاث ما يفرق معاي بدون ما انا اغير الهياكل الاساسي او البيز الاساسي. وتقلل التكلفه بالتالي. بتقلل التكلفه. أيوة. فانا كل ما شعرت انه انا مثلا مليت من المكان، انسان بطبعه ملول طبعا. أيوة. فانا كل ما شعرت انه انا مليت من الجوده انا بقدر اغير يعني بتفاصيل بسيطه جدا. يعني اغير اكسسوارز جوا البيت خلاص انا عملت فرق. لكن برضو بأريج اللون بيلعب لي دور كبير جدا في المساحة. يعني إحنا مثلا ثقافتنا بقول لك إنه البيوت الضيقة تقوم دائما تضربها ببوهية بيضاء عشان بتوسع لك المكان، أو تعمل أمرأة. أيوة عشان توسع لك المكان. صح. فيلا هي دي الفكرة. وحاجة تانية إحنا جونا تراب وغيره. صح. فيلا بنقوم بخاف من الألوان اللي مثل النود الحاجات دي لأنها بتتوسخ كتير وكذا. صح يعني. صح. يلا ما اللون ذاته بيكون هو عنده تدرجات. أنا ممكن أختار إذا أنا خفت مثلا من إنه يعني العوامل بتاعت المناخ وكذا، ممكن انه انا يعني اختار اغمق درجه في اللون تمام، لكن ما يكون لون غامل. قوي تمام. يعني حتى مثلا الوان النوتس ممكن انا اختارها لكن بدرجات تكون بتتماشى مع الطقس بتاعي، بتتماشى مع الجو بتاعي. كذلك الشيء الاساسات، يعني برضو في اختيار الاساسات انا لازم اراعي الحاجه دي. لانه انا لما اجي اصمم مكان انا بصممه على حسب وظيفته. أيوة. يعني اذا هو كان مكان بيستهلك على طول انا حتى الماتيريالز بتاعت الاقمشه حتكون بختار. ايوه اكيد تتحمل. اكيد اكيد تمام. لانه في النهايه انت بتفتش على توازن مع عمليه، انه حاجه تكون بالنسبه لك عمليه حتى لو كانت جميله. يعني انت قبل ذكرتي حاجه قلتي انه واحده من الاخطاء الشائعه عندنا في التصميم الداخلي في السودان اللي هي عدم تناسق الالوان. أيوة. او الاختيار الالوان غير متناسقه. لكن بالتاكيد في اخطاء سائده ثانيه اذا قلتيها لي انا حاسه ممكن نستفيد، وممكن كل واحده حاسه حاليا تقوم تمشي تغير تفاصيل بيتها وكذا. اوكي. زي ما قلت لك من الاخطاء السائده اللي هي الالوان. وثاني عندنا انه احنا ما بنختار الماتيريالز على حسب المكان، يعني ما بنراعي بس خلاص انه انا اشتري كنب وخلاص انتهينا، الكنبه دي حلوه عجبتني انا اشيلها وخلاص. الخطا الاكبر منه انه المساحه، عدم مراعاه المساحه وعدم مراعاه مسارات الحركه. يعني انا ما بس بختار كنبه لمجرد انها هي عجبتني انا اشيلها، لا. لازم انا اول حاجه اخذ القياسات الصحيحه. انا قبل ما انا اشتري الكنبه انا اكون شايله معايا المتر قبل ما انا اشتري اي حاجه،
اقيس انا اكون اول حاجه اخذت المقاسات حقتي في البيت في المكتب في اي مكان تمام، اكون عارف مثلا انه الزاويه دي، عشان كده ده برجعنا للمود بورد، لان المود بورد انت بتكون كده غمضت عيونك وتخيلت انه الشكل النهائي بيجي عامل ايوه كيف. انه انا عايزه اخذ فوق شنو، بناء على كده انا بكون عندي فكره لما امشي المحل عشان انا اشتري حاجه بكون اوريدي عارفه انا عايزه شنو وعارفه انا اصلا بشتري حاجات ما مهمه أيوة بالنسبه لي ايوه بالضبط تمام، وعارفه انا وظيفه مكاني ده حيكون فيش، هل انا عندي اطفال، هل بيجوني ضيوف كثير، هل كده، هل مكاني ده انا اخذته از ريسبشن بسيط ما يعني ما بيستهلك وهكذا تمام. فالحاجه اللي انا بجد يعني بوجهها لكل الناس انهم هم يستفيدوا منها في اختياراتهم لقدام، انه مراعاه المساحات دي حاجه مهمه شديد، يمكن تكون برضو يعني اهميتها زي اهميه الالوان تمام، لانه ممكن زي ما قلت لك انا اجيب لي قطعه تكون كبيره تكفي لي مسار الحركه ضيق وانا ما اقدر امشي صح. او اجيب حاجه تضيق المساحه أيوة زياده، تكون حاسه انه المساحه ضيق بعدين ابقى شنو يا ربي انا ارجعها اخليها اعمل شنو اقوم احتار كذا حكون زودت الكوست حقتي حكون بقيت محتار بعدين يعني الانسان عموما بيتعامل يعني بعاطفته يعني انا لما اعمل حاجه حلوه انا بكون طايره من الفرح مبسوطة اني ظبطت وطلعت حاجه حلوه، النقيض انه لما اجيب حاجه واكون صرفت عليها وجبتها وانا كنت مبسوط بها لما اجيبها احسها انها ما فت انا بجيني احساس بالاحباط فهمت علي؟ جميل. طيب الرساله الاخيره انا حخليها مفتوحه لك، يعني سواء كان رساله وصايا للمشاهدين سواء كان رساله شكر يعني على كيفك المساحه متوكله لك. يديك العافيه. اول حاجه الرساله انا حابه اوجهها يعني لكل الناس انه اقيفوا على طموحاتكم، اقيفوا على احلامكم، انه يعني اي انسان لو عنده احلام او طموحات بيقول لك على قدر احلامك تتسع الارض صح؟ فدي حاجه حقيقه، وانا ممكن اكون واحده من الناس انا عايشت الحاجه دي يعني، وما تستكتر على نفسك حاجه يعني مهما كان الحلم او الطموح كبير خليك واثق في نفسك انه انت قدر الحاجه دي وانه انت اكيد حتصليها، اكيد سبحان الله ربنا بيسهل لك الحاجات وبيسهل لك يعني تلقى انه الطريق قدامك مفروش ايوه وانت بتقدر تمشي في الحاجه دي. فلكل الناس انه ما تستصعبوا شيء على نفسكم، ما تستكتروا حاجه على نفسكم، لو انت عندك موهبه عندك فن عندك حاجه انت حاسس نفسك انه انت مبدع فيها انه انت طورها واشتغل عليها وكذا. ومن هنا برضو حابه انه انا اوجه التحيه لناس بيتنا لاسرتي امي وابوي واخواتي ولزوجي ولاهل زوجي ربنا يديهم العافيه ان شاء الله وناك في قطر. وبوجه التحيه للمهندسين الشغالين معي انا كتيم، يعني هم صراحه زي ما انا قاعده اقول انه هم اليد اليمين بتاعتي انه برجع لهم في اي حاجه، المهندسين المعماريين المدنيين. من حابه اوجه التحيه لباش مهندس مثنى الطيب وباش مهندسه رشا وباش مهندسه اسراء وباش مهندسه ريان، فكلهم زي ما بيقولوا السبورتر بتاعي او خط الدفاع الاول حقي ان شاء الله. في واحدة معك يعني انا ما اعرفك نسيتيها ولا خديجة اختي خديجة طبعا دي الاسيستنت بتاعتي منها برضو بوجه لها التحية، معينة هي اصغر مني لكن دائما بتقول لي اعملي وكذا 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 وكذا، فاقول لها اوكي ان شاء الله موفقة يا رب ان شاء الله. شكرا لك كثير جدا دكتورة اريل الفاضل مصممة الديكور فنانة تشكيلية، شكرا جزيلا. وبرضو شكرا للسبورت اللي اديتيه وحاسة حاليا للناس في انه مهما كان انت ممكن أكيد تستفيد ممكن. من مواهب أكيد. كثيره جدا وتقدر تطلعها. شكرا لك. خلي الختام يكون فيديو ليكي نشوفه برضو مع بعض ويكون ده ختام فقرتنا مع دكتوره اريج. إذا مكملين معكم مشوارنا الصباحي لهذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل.